اهلا بيكم. ناس كتير بتسالني ازاي بيكون عندي التايم اون سايد كبير وفي نفس الوقت بيكون الباونس ريت عالي. خلينا نوضح الاول ايه هو الباونس ريت. الباونس ريت هو ان اليوزر دخل عندي على الموقع ما خدش اي اكشن وخرج على طول. يعني ايه اي اكشن؟ يعني مثلا ما عملش كومنت، ما عملش ريتنج، ما عملش ريفيو، ما دسش على لينك مثلا عندي انترنال جوه الويب سايت، ما اتفرجش على فيديو، ما خدش اي اكشن على الصفحه بتاعتي وفي نفس الوقت خرج على طول. طيب ازاي بقى بيكون التايم اون سايت او الوقت اللي هو قعده كبير وفي نفس الوقت الباونس ريت كبير؟ انا دلوقتي خلينا نضرب مثال، دخلت على ويب سايت، فتحت الهوم بيج بتاعته، وبعدين دخلت ميتنج، خرجت من الميتنج، قفلت الويب سايت ومشيت. انا قعدت في الميتنج مثلا ساعتين، يبقى كده التايم اون سايت بتاعي ساعتين والباونس ريت بتاعي هنا 100%. اذا مفيش تعارض ما بين التايم اون سايت والباونس ريت. السؤال الثاني، ازاي اقدر اساعد ان او اخلي الباونس ريت بتاعي يقل؟ يعني ايه يقل؟ هو الافضل انه يقل ولا يزيد؟ الافضل ان هو يقل. يعني كل 100 يوزر مثلا يدخل عندك على الموقع، لو خرج منهم 70، ده معناه ان الباونس ريت بتاعك 70%. يبقى انا بحاول اخلي الباونس ريت بتاعي اقل، كل ما كان اقل كل ما كان احسن. طيب ازاي اخلي الباونس ريت بتاعي يقل؟ ان انا اشجع اليوزر ان هو انتراكت معايا على الويب سايت، ان هو يعمل ريتنج، يعمل ريفيو، احط له فيديو، احط له سلايدر للصور ان هو يبتدي يقلب فيه. كل الحاجات دي هتساعد ان الباونس ريت يقل. طب ايه الفايده ان الباونس ريت بتاعي يقل؟ ده انديكيتور او مؤشر لجوجل بيقول ان الويب سايت ده كويس، اليوزر مبسوط عليه، بينتراكت معاه، فبيساعدك ان انت ترانك في جوجل. ازاي اقدر اشوف الباونس ريت بتاعي او اختبر الباونس ريت بتاعي والتايم اون سايت وكل الحاجات دي؟ عندك التول اللي هي اسمها جوجل اناليتكس، تقدر ان انت تشوف منها الباونس ريت بتاعك وتشوف كمان اليوزر قعد قد ايه وعمل ايه، كل الانتراكشنز اللي حصل، كل حاجه تقدر انت تشوفها من خلال جوجل اناليتكس. لو عندك اي سؤال ممكن تبعتهولي وان شاء الله ارد عليه في الفيديو الجاي. و3 minutes digital. شكرا لك.